جيت تلقى عندي المشاكل ومشكله اجي صافي واش بغيت ندير دابا انايا عندي لك المشاكل وانا الوالده ولكن اش هادشي دابا انايا ومني لقنا المشاكل واش انا بغيت نلقح واحد الشوطه لقنا المشاكل ما حيتش المراه ما حيتش الدار يوميا انا تنشوف المراه عاديه ايوا شوف لي بيتي قال لي امي تكبسي كينا يا ابو عزاج طلع على ولدك ابو عزاج جبنا دالي ولدك نوض نجي بيه علاتي نوض ناتاليا قلت الوالده غادي بس علاش قلت لها نضرب على الوالده كيفاش اخذت الحين قلت الوالده طلع مني قلت الوالده قلت لها طلع مني قلت لها طلع مني وغاتجي بيه علاتي طلقوا مني واتيك القيام يلا طلقي طلقي واتي طلقي ولا نضربك بعزازك طلقي ولا
هادشي كثير عليا بزاف. السيده قالت لك تجي امك لدار العجزه. اويلي بنيتي ما تقولي هاد السي بنتي بنت القار والباع. وانا صبرت القار والباع ماشي انا اللي ولات القار والباع. خليتي سيدي 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 ولات Oh my god.